أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف حفظه الله تعالى: قضاء الصيام وكفارته في من أفطر بغير عذر. ودرسي سجال يوتبنات من كتاب فقه الصيام. وذكر مؤلف حفظه الله تعالى: قضاء الصيام، هذا كان قضاء الصيام صومك لقضيت سوى، إيو كفارته صومك كفارتي سوى. قضاها إيو كفارتها صوم في من قف لحديثا هذا منك أفضر أفري منك بغير عذر عذر لأن أفري. وحير مؤلف قال كان وحالو قهد لايا قف أيضو بالرمضان لغو جرو عذر لأن اسك أفري وأن سومن قضاها لقربو إيو كفارة لقربو. قضاهاس إيو كفارداس حكم كودا إيو تفاصيل شودا أمبا لوغا هدلا يا هلكان. وحويري قد عرفنا وحن سو أغاني فيما كي دحدي وحن كسو أغاني مضى تغي ماغا من المباحث حال وأهادي ماغا مكان بربري ديال مباحثه السابقة صوت لقضي ما أيام كسو أغاني يتعلق كتعلق يوماغ بالصيام الصوم كتعلق يوم. وحويري مباحثتي عن صوم مرني كتاب كقيبه صهراء عن كسو مرني وحن كسو أغاني صوم كوحا كتعلقه من الأحكام حال وأهذي ماغا أحكامته الضرورية لغا مارمان كالو نسبيييو أحكامتي الضروري غاهد وقفك سائم كأوصن صومكي سأوغا مارمين بان سأوغا نيوري وانا رونتي ستشيغا أحكامت الضروري غاوكا سوهد لي وليبسي قرح بدنبو أوغا سوهد لي التي أحكامتها سو لا بد منها أحكامتها حق إذا أن لغمار من للسائم سائم كأن لغمار من هذا يهان له تصوم كأركان تيسا مبدلات تيسا مكروهات كيسا سنن كيسا انت بو كسوها الله. وسنعرف وحن أغانينا الآن هدى ما أيان أغانينا يترتب كردلنا يماغ على الفطر أفر كردلنا قفك هدي أوسان سومن أو إسكا أفره محا أحبنا أو أفر كيسا كدلنا فيما كي دحديسا ها أنكو أغانينا لو أفضر السائم سائم كغور أفره من أحكام حال وهذه ما وذلك أرنكاس حاصل وايمن حصلي أن السائم لأن السائم سائم ك إما أن يفضر سائم كإنو أفرو بعذر عذر إنو كو أفرو أو بغير عذر عذر لآن إنو أفرو مركا لربا إن لأغادو قفك بالرمضان أيضو لغو جرو إسكا أفري أفر كيساس أحكام تكدن بيسو أو كدلانيس ورطبوح الله كالقادة يا سائم ك ها أفري محو أفري عذر درادي ميو أفري مثل عذر لآن بو أفري لبدا سامر كهري لوك لقادة إياه. فإن أفضر سائمك بعذر عذر هديوك أفري مثلا مسافر بوها مريض بوها ساسوك لعذر باجري هدو عذر أفري فلا إثم ذنبي عليه سائمك دوشي سماعها بإجماع العلماء علماء إجماع وحذنبي ملهم. ويجب عليه وحانك واجب قضاء الأيام ما لم قضاه التي أيامته أفضر أو أفريها أيامته بعد شهر رمضان رمضان بشي سبعد جينا وصوق الله بش رمضان كمركي لقبحه
مالمه او افري قله ودا لغا ربا بشو ايدل هدو افري بالكامل قله دا لغا ربا مالمو بش كم اذا هدو افري مالمها او افري قله ودا لغا ربا تاس مركا وا اسك عدهي رمضان ايدو لوو جيرو افري عذر درادي انه او افري ناق بيهد ديق با كو دعي اما وي ام شي أما شخصيان من إنا جوحو دونها أهذا مسافر بوها أما مقيم بوها يعني مريض بوها عذر وايتاس طيب وذلك أرن كان ملتبس وهي متكلها لقوله تعالى كلها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلى هؤلاء ومن روحي كان أهذا من كمريضا مدحنصا أو على سفر سفر دشيس أهذا أيضا بالرمضان لغجر فأفضر كذبنا أفري تقدير تسامش غجر فعليه من كدشي سوحا هذا عدة ترى عدة من أيام ما لم حقيك أهاتي أيام تو أخرى إكالوا ترى ما لم هو أفري ترى ذا لغربا إن ما لم كالي بش رمضان كأنهين وكصوم وصوخ ذا يوم طيب وأما من أفضر بغير عذر عذر لآن قفك إسكا أفري أيضو بالرمضان لقول جرو إسكا أفري عذر لآن ما أهن ناك ليك خبطة ما أهن مسافر ما أهن مريض ما أهن سيدا صوكا لا واحد عذر مجر فإنه من كاس يأثم ودنباوا يا بالإجماع إجماع قبدي سوكو دنباوا والإسلاق قول يا هاي ذنبيل إنو يعني رمضان أيضو لقول جرو قفك ما صومها إسكا أفري وقد يكفر إنه قالوا بابا لا أركاب منكس وهذه سبب تأصن أصومين إن أي تهي إنه ديدان يهي صوم كفر المديس مركز بابا قالوا بابا وذلك كفر كان فيما أيوء هذا لو أفضر هدو أفر جاحدا حال أصيغو ديدان لفرضية الصيام ديدان على ما كي هدي أنقبن بينا أن صعدين يهما بأدلته مع أدلته أن صعدين في أول مباحث الصيام أن صعدين صوم كمباحث سب الله وغير ما صوم يا شمر كان كهلين وأن نجي الله وصوك لقادني إني ديدين صوم كفر المديس إني وحسنايا هدي فر لمدى صوم كأيسان ديدين ووحس درادي أي صوم كأوغتاق أيام فاسقين ويان صوم يعني حكم كودنا وان صوم هذه صوم كفر لمدي سيدين وقالوا هل كسان أغسوا هذا صوبتي قالوا كنا غدين أن هل كسان كسوا تقريريني طيب كل شخص كان أن سومين بالرمضان إسكا أفوراي علادة وصان أسومين هديتها إنو ديدين يهي بصوم كإنو فرل يهي وابا قالوا ويبا كاسكا أهو طيب ويوجد وراء الإثم ذنبك قداشي سوى حال هلايا في الفطر أفرك إحدي وحاله هلايا بغير عذر إن الله أفري أمران إلى بأر الموت أفكى مركا إسكا أفري رمضان عذر لآن مركا هروا ذنبيلي مركا حكتاني لبأر الموت باميشا كدلانا يا واما حي لبأر الموت هما أمران القضاء ويقضاء لليوم لقضيه الذي يوم كي او افضر او افري هو يوم هل مالن هدو افري هل كان مالن انو سو قدي مالما بدن هدو افري مالمها انو سو قدي بشوقن هدو افري انو سو قدي بشخص قلها سوال ربا اي والكفاره كفاره واي ها لبد اريمود القضاء اي والكفاره التي كفارها سو تترتب كدلنيس كفارة على فطره أفركيس كدلنيس سوى يوم القضاء قضاء يوم كينك صهري على التفصيل تفصيل كركين أوغا دلنيس الذي تفصيل كاسو سنذكره تفصيل كأنشيغي دونه الآن أحد كفارة أيضا وربك ذي وابدين صوم كاس أو كتغي إنو صو قضيه ولازم وحاكلا لازم نقنيس كفارة كفارة ذا مركا مر والبمية لازم تهي مسه أسيقا كلا عدينا يمدى أيضا فالإفضار أفر في رمضان لا أفره إما أن يكون إنو أهذا وإفضارك
بالجماع جماع قبدي إنو أهادوا وإما أن يكون إفطارك إنو أهادوا بشيء شيء شيغو آخر إيكالي شيغو من طعام أو شراب أو غيرهما كأهادي وحالك لقاذا يا هرت أفر كان عذر لأنت أو أفري منكني محوكو أفري جماع ميو سميي قلمو ميو سميي من سيدا سوكو أفري مس وحبو عني وحبو عوي أما وحياليه كلو لغو أفر جري استمناء باليد ميو سميي اسم التجين ميو سميي إفطار كمرك وحالوك لقاذا يا إنو جماع يا هي إيه إنو جماع غير كيسية لبدا صالوك لقاذا يا فإن أفضر هدو أفري بغير الجماع جماع غير كي هدو كو أفري غيركم من الطعام والشراب وغير ذلك كأهالي فإنه شخصي يجب عليه شخصي وحاكو واجبه أن يغلي يوما إنه سوق يوم مكانه يوم كابوس كيسة بعد رمضان رمضان بعد بي فإذا قضاه يوم كهدو سوق ليانه كفا قضيه هو شخصي عن الصوم أيوك كافنا وبرئت ذمته لقنتي سنة ويبرين غني شخصي منه من الصوم يكبرين غني أدو في ريا بالرمضان أفري عذر لآنونا أفري وحونا كو أفري وحن جماع أهين جماع وحن أهين وحبو عني أما وحبو عبي صاصوك وحن جماع أهين مركو هري واذن بابي مركا حكتنا وحالا قربا ما لنتا سوء أفري صوم كيدي إنو صوق ذي ذمدي سنة بري يكون غانيس وحكا فارا لغا مرة ومركاس سيدا سياقبه وبهذا مذكور كان قبيدي ساقال أبو حنيفة أوضهي ومالك مالكنا أوضهي والشافعي أوضهي وأحمد أوضهي وجمهور العلماء أيضا أفرت مذهب بسيدا سيقبتا مجيدا أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد جمهور العلماء قال العبدري وحيري وهو قول كان قول الفقهاء فقهاء هذا القاضي وهي كافة ضمان حالي فقهاء وددك دينة إسلام كفهمي وددك دينة فهمي أردن هذا القاضي ساسو إن لي هذا وحا أقوى فري هذا سان جماع أهين كفارة لك مربو كفارة قرمي إيماني وحا أقوى فري مكو جماع كلي مركا وحا لقربا قلو maalinta uu afuray soonkeeda inuu soo qadeeyo haday maalimo yihiin maalimaha soonkooda inuu soo qadeeyo waxa ka ibnul munzir ibnul munzir baa wuxuu sheegay an rabi'ata ar-ra'yi ninka la yiraahdo sheikh malik imam malik sheikhi sanaa wuxuu ka sheegay annahu rabi'a qala rabi'a inuu yiri yalzamuhu shakhsigaas oo afuray bil ramadaana wala han jimaac ahayn ku afuray ذنبابي وحا كل لازم أن يصوم 12 يوما لبي توم برئين صوم مكانه يوم كبدل كيس هل كمالين أو بشر رمضان أو كأفري بدل كي لبي توم برئين صوم لازم كو أحبوها ربيعة الرأي باصدا نهاية لأن السنة سنة 12 شهرا لبي توم بالواي سنة كالبي توم بلوطة هل كاسمالين سببتي سمركا لبي توم بري إنه صوم وعيما وقال ابن المصيب باوحو نهي سعيد ابن المصيب يلزمه وحا كل لازم أيو شخص غاس أو بالرمضان أيضو لغجر هل مال إسكا أفري عذر لآن صوم 30 يوما صدم بري إنه صوم هل كان مال بدل كي سعيد ابن المصيب نساسونا وركان مركو أولا غشيغي ربيعة الرأي هي سعيد بن المصيب وهذه أقواشا تحكمات واي إسكحكونسي واي إسكحكونسي تحكمات دو لا دليل عليها دليل مشهر أصنع واحد دليل ما عسكنا هذا لذان أي رادين ربيعة الرأي إيو سعيد بن المصيب وإسك تحكمه أمر كتاكولين أوكله إسكحكونسي واي أو لا دليل عليها بل الدليل دليلك على خلافها بو أهاد أقواشان خلاف كذا أيوة هذه الدليل هل مالن هدي أي وفك أفراء هل كان مالن قديه سالك الربابس وحا انت أدر إنو ذنبابي
طيب. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحيرا رضي الله عنهما أنه شانيا لا يقضيه ومجودا شخصك صوم الدهر سنة كصوم كيس هل مالين رمضان أقفك أفري عذر الآن سنة كورنا هدو صومه صوم كأجودي مايو علي بن أبي طالب يا عبد الله بن مسعود نساسا يدهينا لي هذا الكوضة أسمرك محيا إيقو إحجيستيه وحتج لقولهم هذا الكوضة وحالوح جيستي هذا كان أقولك بما بالوح جيستي رباه ماجا أبو داود إيه والترمذي إيه والنسائي إيه وابن ماجا أي راذين عن أبي هريرة أي كي راذين أن النبي صلى الله عليه وسلم ها رباه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجا أي وريين عن أبي هريرة أي كوريين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي غوحو نهي من أفضل قفكي أفر يوما مال يومكو من رمضان كأهاد من غير رخصة رخص لآن أسيقو إنو أفر رخص أن أقب حق شرعي قفكي إسكا أفر مثلا مريض ماهن مسافر ماهن وحرقصا ماهي سنين لم يجزه منك أمجد يصيام الدهر سنة كسون فيس سنة كورنا هدو صومو مالين تا صوم كيدي مجودي كرا صوم كا سنة كورنا أو صومي مالين تا رمضان كم يدو عذر لآن تلا أفوري محن إرادائي مجودي كرا سنة كورنا صوم كيسيو حديث كا سامر كا علي بن أبي طالب ابن مسعود هذا الكوضة لوح جيستيو لكن هي توح ويري ولكنه شأنئة لا دلالة تصن في هذا الحديث ما أهانه على عدم إجزاء القضاء قضاها قدديسة لوايدي لا تصيو حديث كان كما صحيح حديث كان ما تصين عيو هل كان مالين رمضان كم يضو عذر لآن تلا أفري قضيه سئنو سنقدين إن هل سنصوم كذا معناها ما تصين عيو فهو حديثك على افتراض حسنه أو صحته حسن نمدي سئيو صحيح نمدي سهدي لقدره فإنه حديث كمحمول وايمد لغو حنباراي على أن الذي كي يفضر أفراي الذي من غير عذر عذر لآن أفراي لن يحصل مثل أجر هذا اليوم أصو حصل مايو الذي يوم كي أفضر أو أفراي هو يوم كا ولو سام الدهر سنة كهوصهم ساسا لغوضا معناها بشر رمضان كبالفضل بضن واي فلائل بضن با بشر رمضان كقول احجران هل مالين بشر رمضان كأولا صومه وحكو احجراء فلائل با وحي كبديهن سنة كأنتي سكلا أولا صومه كبديهن معناها حديث كساس واي معناها فضل قالك هاد لايا سنة كورنان هادات صونتو هلي ميسد هل كان مالين رمضان كمدا وحاات كهلي لهذا فلائل أهو شرف تأيلها هي بشر رمضان كأك عبادة لسمين سدى سيؤ أجر بنانيسا لما في صوم رمضان رمضان سنك سوح كل حجر درادي أي سنوح سلين من الفضائل حالوها بما التي فضائشا سو لا توجد فضائشا أن لهلين في غيره غير رمضان أن لهلين مركا وإن بخيل لغون نقضاء بشر رمضان كسنك وإن لا إلى شراو أي سندعين صواب لآن أما عذر لآن قفك إنو إسكاء فرو طيب ويجب وحا واجبا على من وحاكو واجبا يومنكو أفضر أفرين منك متعديا حال أصيقو أو تعديي في نهار رمضان رمضان ما لنتي سدح لنا أفري يجب عليه منك وحاكو واجبا أن يمسك إنو إسكاء فهيستو بقية النهار ما لنت إنت كلما عن الطعام والشراب أوكاء فهيستو تشبها إسكو الشبه الدراد ديدان أو أفايستو بالسائمين أو إسكو الشبه هدي أي دعا مركا قفكا عذر لآن بالرمضان إنو إسكا أفرو ووحعنو وحعبو ما لنتا أس ووحعني ووحعبي ما لنتا إنت كلما وحواجب كوا إنو إسكا أفايستو كل ما أنت مسو مني دي وحد أنت إسكا السماي إنو سن إسلهن oo khalad khiwaab dhacay inuu joojiyo marka inuu waxeeno inuu waxabo uu iska afhaysto asigoo isku shabahaayo dadka saaimiinta isku shabahaayo wahaada imsaagan min khawaas ramadaana ayu kamidi bisha ramadaanka khawaas teedi
bilaha kale qofka asigoo soomana haduu cudur la'aan soonkii uu iska furo imsaag laasim kuma ahan maalinta inta ka dhiman inuu iska afaysa laasim kuma ahan laakiin bisha ramadaanka bil wax la cuno ma aha bil wax la cabo ma aha bil bulshada intooda badan ay afhaystaan waaye اللهم دتك معذورين تأهمهانه مرك ما دام أسجن معذور أصنعان إنه سائمين تأسكش بهو فمن غفك أفطر أفرمك في صيام النذر النذر كسون في سدح ليقو أفر مثلا متعمدا حال أسجو وقصدا فإنه إن الحال والشأن لا يجب عليه من كم واجب أن يمسك إنه أفاي صبغية النهار إلا رمضان مئه وهذا كان الذي كي ذكرناه الذي أن صوشي من وجوب القضاء حال وأهذا الذي إنما هو الذي قاس بالنسبة أيوة هذه مركي الله أيوة لقضاء اليوم الله أيوة الذي يوم كي أو أفضره يوم كأو أفضل قضاء أن هذا أن كهد ليني ما لنت أصيغ أو أفضل قضاء هذه وان هدو هل مالين أفضل هل مالين بالغ الربا لو مالين هدو أفضل لو مالين بالغ الربا قضاء واكا وأما الكفارة كفارة المترتبة على فضله أفرك سكر لنيش فهي كفارة شيء وهي شيء آخر كل شيء وراء القضاء قضاء قداش سأهار وقد اختلف الفقهاء فقهاء ذوي اسخلافين في موجبها كفارة وحواجبين أي اسكو خلافين كفارة محواجبين أي كفارة وحواجبين أي الجماع بس هذا صنكي oo uu ka buro jimaac adiga aad samaysay daraadiina uu kaaga buro markaas ay kafaaro iimaaneysa laakiin walaan jimaac ahayn haduu soonka kaaga buray de qadale laga rabaa kafaaro laga marro madhabka shaafiiciga saasuu qaba falladhi ki dhahaba ilayhi ladiga ash-shaafiiciyatu ay ku tageen waxa weeyaan an al-kafaarata kafaarada la tajibu kafaarada waajib mayso بالإفطار كو واجب ميسو أفرد بالطعام أو الشراب الغو أفري أو ما سوى ذلك الغو أفري وإنما تجب كفارة بالجماع كو واجب فقد أوكلئ وأما ما سوى الجماع وحكسو هري فما فيه ما سواها سلحد ما أهان غير القضاء قضاء غير كي سوى ولحن جماع أهان الاستمناء باليد إيو اسم تجنت إيو وحيالها وصول عين إلى ما يسمى جوفا إيو وحيالها سقفك هدو كأفر قال الله لك الرباه وإلى هذا مذهب كان انتي كأها ذهب سعيد بن جبير وكتغي وابن السيرين إي والنخعي إي وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل وداود الظاهري صاصي كتغي مسألة ذي هراء أفرت مذهب أي إسلاء القلائين وحي أهد ولحن جماع أهين قفك هدو كأفر ها إن لغربو مالينتا أو أفوري صوم كيدا إنو صو قليو قلها سي إسلاق قلائين قلها إيهد مسألة دي إسلاق قلائين أما كفارة دوا إسكو خلاف سيين شافعي دو مركز سيدان يكتغين حنا بلدنا ويكون راعين وأحمد بن حنبل نسيدا سوء السيقان قبا وذهب أبو حنيفة أبو حنيفة وحو كتغي إلى أن ما شي ماهو لا يتغذى به ما أن لقو ذنين في العادة عادة أهان أن لقو ذنين ولا عادة أهان رشين أهان أن لقو ذنين كالعجين عجين كيو كالواي وبلع حصات قرورها أو للقو أو كالواي ونوات تمر تمر تلفتي ذه أو للقو كالواي ولؤلؤة ذهب ذهب كالجوهر ذي سأو للقو كالواي إلى أن هذا كان إلى أن هذا ما كان أنلقو ذنين عادة أهان ليس فيه ما كان لحدي سماء أهان إلا القضاء وقضاء ما أهان ورنين كان وحا كأفري هديهين وح عادة أهان رشين أهان أنلقى ذنين هديهين قضاء لي لقربا ولا كفارة كفار عليه دشي سماء أهان ها ولا كفارة عليه كفارة دشي سماء أهان بسببه شيقا سببتس أما بسببه هذا أما ما سببتس وكذلك سيدا سوك للو باشر غور لباشره دون الفرج فرجك كسوك وأنزل كد ابن أومن الدجير ناك تهضوكو استمتاع لكن أسان أقل مونين أو سيدا أي بيو أغي ماذا نسا سوك قال الله لغربا كفارة لغا مرة
وأن الكفارة كفارة تجب فيما وراء هذا ما كان وحي كسو قداشي سوحي أهدي واجبي أبو حنيفة صاصولي كل راشين عادي أقفك هدو عنه شراب عادي أقفك هدو عبو ذنبيلنا وانقنا يا قلنا والغربا كفارنا والغربانا يا كفارة كما قيدا يا أبي حنيفة الجماعة أوكليا وحاوكو أفري مربا هدي سن أهين وحلقو ذنايو عادها لقو ذنايا هدي سن أهين كفارة وإيماني سابو ليه يا أبو حنيفة صاصوا أي معنى طيب. وذهب الإمام مالك إمام مالك باوحوكو تغي إلى أنه شانئة تجيب الكفارة ويواجبه مطلقا أيضا لك لقات قادم بالفدر أفري هو واجبه مالك يضو أيقو وحيليه ينقفك مربا هدو أفره بالرمضان عذر لآن هدو إسكا أفره دواذن بابي قلنا والا غربا كفارنا والا غربا أيضا لك لقات قادين وحاو كو أفري إني جماعيين إني جماع غير كيسيين وحلقوضنا يا عاداءان لوقوضنا يا إنيهين إيو إنكال أيضا لوك لقات قادم وبه مذهب كاسان قال الزهري إيو والأوزاعي إيو والثوري إيو أبو ثور إيو إسحاق أي راهدين شافعي ذو مركا أيقو محيد للسنة يعني. أي راهدين كفارة واجب ميسو إلا جماع مركو صنك كبري كفارة واجب إيسا وقد استدل من وحو دليل صدي منكو قال يري منكا بأن الكفارة كفارة لا تجب كفارة ما واجب إلا بالجماع اللي يكون واجبه وحود دليل صدي بأن الأصل أصلك عدم وجوب الكفارة واي كفارة وجوب كذا أو لواي كفارة إني واجبتو إني سن واجب وحا أصلا إني سن واجب إلا فيما كي دحدي ما هنا ورد فيه ما قد دحدي ساء الشرع شرعي أو كسو أروري كفارة واجبتي مركا لليها وحال رواه وإن لها لا وارد دليل تصنع كفارة وجوب كيدي وقد ورد الشرع شرعي وصارر في إيجاب الكفارة كفارة واجبين تيدا في الجماع إن الوجوب واجب خاصة كلمة شرعي وحوكس وأروري كفارة جماع إن لقوا إني كواجب سؤكليا دليل شاقا ولا حن جماع هين إني كفارة كواجب سمجرة جماع كلي جبا واردة إني كفارة واجب لغلاظ أمره جماع أرنك ساءت كاشيه سدرادي فبقي ما سواه جماع وحي كالصهري وحكو باقي هذا على الأصل وحكو باقي هذا أصل كي عدم الوجوب كأها باوحي جماع أن إهين أيكو باقي نقضين وهو أصل كان القضاء واي مع عدم وجوب الكفارة كفارة وجوب كذا عدم كذا معين لقضاء يوم طيب كفارة ومركة محيطها أيضا كيفية الكفارة كفارة كيفية ذي وأما إذا أفضر السائم بالجماع مركو كو أفره فقد اتفقوا وحي إسقوا فقين على أن فيه جماع دحدي إني أهاتي الكفارة كفار وهي كفارة مرتبة ويمد لترتيبي ويكاله ريسا قضب كاس هداد أبودي ويسو قضب كاس هداد أبودي ويسو قضب كاس الولي قضب هذا ويكاله ريا قضب كي هري أديقو أبودو قضب ككلمة أدي كرتد وهي كفارة مرتبة واي ككفارة الظهار ظهار ككفارة دي سوكالي أي اللو ترتيبي ننك هدو نكتي سهو يدي سوكالي كشبهو كفارة كو واجبي سو كفارة الظهار بالي رهدا كفارة أسمرك مرتب بي أهد كفارة الوقاع في نهار رمضان واسدا سوكالي سيدي أكلا هري سامر فيجب وحا واجبا عليه منك وحا كو واجبا أولا أغهرينتي أن يعتق رقبة قار إنو حريه الدون إنو حريه هدو أبوذي كراء الدون إنو حريه وحكا لما سمينا يا الدون كاسو حرينا يا فإن لم يجد هدو سنهلين الدون إنو حريه هدو سنهلين الرقبة دي ينبال لهلين زمن كهدا آن شوكنو كلاواي أما والهلا الرقبة لكن قرش كيدي ما أبوذي كراء فإنه منكي يصوم وصوم يا شهرين لوبل وصوما يا شهرين كو متتابعين او حريرا لوبل او حريرتو صوما يا او هل مالنا ان لباجينينو تا هدو ابودي واينه هدو ايدا ابودو هرتو قدبك كلا اوما غدباي هدو ابودي واي واكينا فان لم يجد هدو سن هلين بمعنى فان لم يستدع فانه منكي يطعم وقودنا يا
ستين مسكينا لحدا مسكين بوقودين آية مسكين والبهل كومبو أو بدرة أو قلي أما بريسة يوصين آية ولا يجوز له منكي أما بنانو العدول إيلش عن خصلة حالت حقيدة أوكايش إلى اللتين أوكايش تلي لحرير تلتي دها خصلة دا لحرير رقباء سيقو حرين كرو لباب المصومي كرو لباب الأسيقو سومي كرانا لحدا المسكين مقودين كرا ساسواي معنا ترتيب تمعنى هذا ساسواي إلا بعد العجز ما أنا تبرني جدا بعد إذا عنها خصلة حق إذا لقى تبرني كما سيدي هو ما هو الحال أوي في الواجب واجب كنحدينا أو حال كي هاي واجب كو المرتب أو لترتيبي أيوة كفارة أسمرك أو جماعة كواجبيس دليل كذا محوية وذلك أرنك ملتبس وايمت كردها لمانا كردها رباه ماجا البخاري ومسلم أي وريين عن أبي هريرة أي كوريين رضي الله عنه قال أبو هريرة وحويري جاء رجل نمبا يمد إلى النبي أي ويمد صلى الله عليه وسلم فقال الرجل كي وحويري هلكت وان هلك سما يا رسول الله قال وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام وما أهلكك محاكو هلاقي قال الرجل كي وحويري وقعت وحان كرعي على امرأتي حاس كيغان كرعي في رمضان بالرمضان قديه يعني في نهار رمضان هبينك يوك لاديتها يقرب ملها اي مالنتي واي ايضو بالرمضان لغجري مالنتهاي بان حاس كيغا كرعي بيري جماع بان سمي سو مهلاك سمين مرك سو ذنبكو مدعين حل كيغا مرك محونا قنايا فقال وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام هل تجد مهليسا ما مهليسا تعتق أد حرينيس أد كحرينيس رقبة قر لعق أد أدون كحرينيس مهشا قال وحويري رجل كلا مايا قال وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع ما أبو دا أن تصوم شهرين إن أتصنت شهرينكم متتابعين أو حريرا قال رجل كي وحويري لا مايا قال وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام فهل تجد مهليسا ما مهليسا تطعم أتكو قودينيس ستين مسكينا لحدا مسكين قال رجل كي وحويري لا مايا فقير بو أهانينكا سد حدا قصلبو ما أبوذي كرايونا ثم جلس رجل كي وإسكفرس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحال الله كان بعرق دنبيل با الله كان عرق وفيه عرق بحديث التمر أي قصو غنطا دنبيل أما مروكس نوحي ليرا دنبيل شو مركا يوين تايبا عرق ليرا مركا أو أي تمر قصو غنطا فقال مركا ساوحي إلى رسولك عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا عرقا صدق يسوع دنبيل شي تمر تأيونيك كوري جيي كفارة واتنا يسكبح يويري معنا سيقا كبحنا يا نبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل في وحيري أعلى أفقر منا تصدق ما صدق غيسانا يا على أفقر مت فقير نمبلا كركي ميان كو صدق غيسانا يا منا أنك نغا فقير نمبلا أهل بيت كان نغا أهل بيت كفقير نمبلا ميان مقالة المدينة دي كان كو صدق غيسانا يا ده أهل البيت كأبو فقير سن مقالة المدينة وأهل البيت كيوها فما بين لابتيها مدينة لوالي ذا طوق أحمدو لحدي ما أهان أهل بيت أهل بيت أهل بيت كو أحوج إليه عرقا أباه بلا منا أن نغى باه بلا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصلي حتى بدت أنياب ونبي نعيه سؤله أي كم مغضين بو قصلي ثم قال النبي وحير إذا ابتق أوه فأضعمه عرقا قودي أهلك أهلك قودي مركا قفك فقير كفاردة هدي لقب حينها يا مارك أهل بيتك سوسين كرايا منك مركا نبيك كب حينها عليه الصلاة والسلام والله أقول علي مركا أهلك سئنو سيستوى كفارة المرأة هذه تاني كفارة المرأة ناكتا كفاردة هدي منك لقرتي أو وحد جماعي إني كفارك واجبي ناكتا أيضا كفارك واجبي سامسه ومسألة مركا أي فقه هذا سوق هذا كفارة دورت السيدة إذا بمننك كلقي يكو واجبتا أو ناكتا ما بكو واجبتا ميا مثل الله وضع ذا بو يكو واجبتا لكن أسيقا تحملا يو حنبار سانا مثل أيضا وكو واجب كفارة مستقلة ومضح بنان أسيقنا كفارة مستقلة كو واجبي انت بمركا وي سوق هذا لكن سيد الراجح وكاغا سوقطي سيد الراجح وحويان كفارة منك أوكلي كواجبي ساناكتكم واجبي سوابتنا وحويان
waxa soonka uu jimaac kaga buraayo ninka waayo ayada ma jimaac wuxuu taam naqanaya dhakarka xashafadiisa oo idil markay naagta farjigeeda la geeliyo rajulka soomkiisa markaasuu buraayaa oo jimaaca markaasuu xasilay laakiin ayada soomkeeda jimaaca intuusan xasilin buu buraayaa xashafadoo dhan intaan la geelininba ayada soomkeedii waa buraaya isla markiiba waxaa la helayaa wusuulu caynin ilaa maa yusamaa jawfan baa la helayaa waxa marka soomkeeda uu ku buraayo ayada jimaacba ma ahanba waxa soomkiisa jimaaca uu ku burayaa asiga ah qabla aljimaac buu ayada soonkeeda burayba macnaha saas waay saas daraaddeeda kafaarada asiga keligii ay ku waajibaysaa wa haadihi alkafaaratu kafaarada tan ah allatii kafaaradaa soo dakarnaaha kafaarada aan sheegnay tajibu kafaarada cala rajuli yay ku waajibe can nafsihi layna ka waajibay faqad oo keli ahow wa ama almar'atu naagta miyaahe falaa shay-a shay calayha mar'ada dusheeda ma ahaane fi asaxi alaqwaali haddii aan qabano cinda alfuqahaa'i fuqahada agtood laakiin ogolaashaha ay jimaaca ogolaatay way ku dambaabaysaa maalintaas soomkeeda qadihina waa laga raba wax kafaaraan laga rabin ayada asiga marka kafaaradu uu dheer yahay macna aljimaacu fii yowmayni mukhtalifayn haadaa kani aljimaacu jimaac waaye fii yowmayni laba maalin dhexdiina la jimaaco yowmeynkoo mukhtalifayni oo iskhilaafsan wa idaa jaamaca alinsaanu insaanka hadduu jimaaco fii yowmayni laba maalin dhexdii hadduu jimaaco fa innahu insaanka yajibu calayhi insaanka waxaa ku waajibaya can kulli yowmin kafaaratunaa ku waajibayso waa maxaa yeelay lianna kulla yowmin cibaadatun waaye cibaadadoo mustaqilatun madax bannaan can ilyowmina ka madax bannaan yoomkoo alaakhari ee kale calaa maa kii haddii aan qabano dahaba ilayhi maaga jamaahiiru alfuqahaa'i ay ku tageen minhum waxaana ka mid ah jamaahiirtaas almaalikiyatu waashaaficiyatu walxanaabilatu iyo wadaahiriyatu ah ka mid ah bikhilaafi maa low karara aljimaaca goor uu ku celceliyo khilaafsan fii yowmin uu ku celceliyo yoomkoo waaxidin mid ah fa innahu ina alxaala waashaana laa talzamuhu kuma laazimayso insaanka ilaa kafaaratun maahane kafaaradoo waaxidatun mid ah maalinta gudaheed labaatan mar hadduu jimaac sameeyo hal kafaare le ku waajibayso ila maalinta hal maalin le waayo ma ogtahay laakiin dhowr maalimood hadduu soonka isaga buriyo jimaac maalin walbo kafaaro madax bannaan baa ku waajibayso ila maalin walbo cibaadadeeda cibaado ka madax bannaan waayo maalimaha kale ilaa kafaaratun maahane kafaaradoo waaxidatu calaa maa haddii aan qabano dahaba ilayhi maaga abuu xaniifata iyo wamaalikun iyo washaaficiyu ay ku tageen liannahu shaaniya fi lmarati marra dhexdeeda maradii athaaniyati labaad lam yakun saa'imanba ma ahanba jimaaca marka fagta hore uu sameynayuu saa'im ahaa uu jimaaci soonka kaga buray laakiin jimaaca labaad iyo jimaaca saddexaad iyo jimaaca afaraad oo isla maalinta gudaheeda uu sameynayo xilliguu sameynayo saa'imba ma ahanba asigoo mufdiruu sameynoya macna wa innamaa kaana wuxuu ahaaday insaankii mufdiran mid afursan buu ahaaday kayfiyatu qadaa'i siyaami ramadaana haadihi tani kayfiyatu qadaa'i siyaami ramadaana ramadaan soonkiisa qadihiisa kayfiyadiisi waa iyo wamaa maladiigii waa yatarattabu ka dhalanayo maaga calaa ta'khiirihi qadlaha dib u dhigiddiisa ka dhalanayo qofka haddii marka bisha ramadaanka qado lagu soo yeesho qadlahaas sidee buu u soo qadaynayaa maalimaha lagu soo yeesho inuu xiriiriyo miyaa laasim ku ah mise maalimo mutafariqaadu iska soomi karaa isniin iyo khamiis oo kale xataa inuu soo soomo qadlaha saas ma isaga gudi karaa mise inuu xiriiriyaa laasim ah taa waa laga hadli doonaa qadlaha qofka hadduu la dib dhaco oo ramadaan qadihii lagu yeeshay bilihii ramadaan ka dambeeyeyna ma soo qadeenin ramadaankii kalea la gaaray oo asigoo qadihii lagu lahaa sidee bay marka arrintu naqanaysaa waxyaalaha ceenkaasoo kale qofka haddii ay qabsadaan arrimahaasaa marka looga hadlayaa qaybtan sanatakallamu waan hadli doonnaa fii haadihi alfaqra qaybtan gudaheeda waxaan kaga hadli doonnaa calaa kayfiyati qadaa'i siyaam soomka qadihiisa kayfiyadeed yacnii soomka qadihiisa kayfiyade sida kayfiyada waa qaabka iyo sida iyo hanaanka wax loo qadeeyo iyo wamaa maladiiga yatarattabu ka dhalanayo maaga calaa taakhiirihi qadaha dib u dhigiisa ka dhalanayo wadaalika arrinkaani xaasilun waaye mid xasilay anna almukallafa lianna almukallafa midka la mashaqeeyey imaa an yatruka inuu ka tago waaye asiyaama soomka camdan inuu ooga tago ow bicudrin inuu ooga tago labadaasaa loo kala qaadaya soomka muxuu ooga soo tegay si olakaca mise cudur wa idaa qadaa hadduu qadaynaayana haddane waa la kala qaadaa
إما أن يقضي صيامه إنه قلينا قبل رمضان رمضانك القادم صوغ علي أو صوص صعده وإما بعده أما رمضانك بعدك إنه قلينا لبدا صلوك لقادة مدمذ أدو الإستاغ الإفطار أفر بغير عذر لا أفر فإن أفطر هدو أفر شخصك بغير عذر عذر لآن بالرمضان هدو إسكسو أفر وجب عليه شخصك وحاكو واجبا يا قضاء ما أفضره وحاو صو أفري قضاه قضاء ما كي قضي ما هو أفضر شخصك وما هو أفري على الفور دق دق نقصو قضاه بعد انتهاء شهر رمضان رمضان بشي سمر كي لما تكدو أوه وما لا يوم العيد نقصو فورا واي قلاص ما هي لي بالرمضان من كان أفري عذر لآن بو أفري ما لنتا أو أفري قال له هذا وحال قربا سيدا أقول نخسيك بضان إنو قصوا قال له بش رمضان كهدي لماتو ما لنتا عيدنا أي تكتو إنو بلا وقال له ما لنتا عيد إلا صن ما أنصح يما أكتا يصن كي حرام بو أها كتارك الصلاة يوك لواي صلاة كي كتغي بغير عذر عذر لآن صلاة عذر لآن قفك هدو كتغو قال لها وحو أها فورا بو أها ها كان نساسو كلاوا اي ومفسد حجه حج كيسكي اسكف ساديه يو كلاوا على ما كي هدي ان قبنو ذهب اليه جمهور الفقهاء اي كتغير قالها اسمرك غرانك الافطار بعذر افر او عذر سببتي لو افر كان اسيغ بالرمضان بو افر لكن عذر بو كو افر ناك حائلا اما نفساء بيهد اما قف حنون صم بو اها اما قف مسافر بو اها عذر دار باجيري رمضان كما كو افوراي اسكما افوراي كاس مركه قليه سسو نقنايا اسغا ايك واما ان افطر هدو افوراي بعذر هدو كو افوراي كحيل انو كلا واي عادو ونفاس انو كلا واي ديق ومولد ومرض انو كلا واي حنون وسفر انو كلا واي وغير ذلك او كلا واي غيركو من الاعذار كهذه اعذارته المبيحه للفطر افر كبنينيس على ما كي كركي هدي ان قبنا قدمناه ما ان سهر مرين فإنه شانئ يجب عليه وحاكو واجبه محن إلى ذاية منكاس أو عذر كقصوة أفري القضاء قضاء إلا أنه شانئ لا يكون قضاها على الفور ما أهانا قضاء فورا لازم كما بل على التراخي دب أدع دشيو قضاها أهانا حلقوا دونو إسكسوا قضيان كلا ليلة العام سنة كديركيس رمضان كلا ليان لجاري إلى أن يأتي رمضان إلى كإيمانا يا رمضان كو القادم إيسوس عضوا رمضان كصوص عضي أنت لججارة جان اسمه هيستا سنة دواي سنة كاس حلي ودونو إسك صوق لين كلا لأن مركو صوء فراي عذر بو كصوء فراي مرك الله بريشر لصار مايو فورا كصوء قليل به ماي إلا أنه شانئ يندب له وحالو سنين يا التعجيل الددجين لكن وحالو سنين يا قلها إنه إسك الددجير سيأي لغنتي سأي بري أنقطع قفا وحلو لهين سيأي أنقطع ولا يجب عليه كمن واجبا شيء 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 مع القلاء قلها معي وحمرك قلها الراعي أنا مجرا إلا رمضان كي كالولي لما قارن ما لم يؤخره قليه هدي أسان ددجين إلى ما بعد رمضان رمضانك الثاني إلبا رمضانك لبات هذه صديق الله أصلا أدب دين قال الله أكلي على قربا وحق الله راعى يوم الشران كاساوية رمضانك كله هدو لك لك ورم قضيه ما لميه لغول لها أصيبان سوق دينين با رمضانك كله أول بشي دمو نعا قنع تأخير قضاء رمضان هذا كان تأخير قضاء رمضان رمضانك قضيه سأو لدب دقوة إذا أخر المكلف مكلف كي هدو دبدغو القضاء قضاها إلى ما بعد رمضان هدو دبدغو رمضانكو الثاني إلبات فانظر فيره إما أن يؤخره قضاها إنو دبدغي بعذر إنو دبدغي أو بغير عذر إنو دبدغي ساسا الله كلا قضاء قضيه الأصو يشي بشي رمضان عذر درادي هو أصو أفوري رمضان هدي لقب حي ما سوق ذين بليه رمضان كدم بي رمضان كلا لجاره حد عذاء لكن حدنا عذر باجري دبوا نعان وحاكيني عذر باكيني
iyo cudur ma keenin dib u dhaca labada u kala qaad fa in akhara haduu dib dhigay hu qalaha bi cudrin haduu u dib dhigay muxuu naqan karaa cudur ka anista marra maraduhu xanuunkiisa inuu daa'imo waa aw safaruhu inuu daa'imo waa aw gayru dhalika inuu daa'imo waa gayrko min al-a'daari ka ahaad allatii a'daarta soo abaaxad lahu u banaysay alfitra afurkii u banaysay فهذا كان جائز ويمد بنان ما أركيسا له وحا أسقنا ذي التأخير دب أدقيت ما دام عذره عذر كيسا انتو دائمي باقيا انو باقيا ولا يجب عليه شيء انكم واجبا من فدية شيء من فدية كأهذي أو غيرها فدية غير كذا كأهذي ولو استمر عذره سنين هبد دائما رمضان كان أن هذا كتب مثلا قف حنون صنبو أها حنون درادي أيو إسقاء فوري ما وعاف مادين بس سنة قرن بو إسقاء حنون سنة قرنو صوق لين آية رمضان كي كلا لقاري وحنون كي هل كاسا ولقاري كاسو كلا قالها دب أدقى ودب أدقى عذر باكيني تأخير كنوع سوى بنايا هاي وح كل لازم أيو فدية أما فدية غير كذا ما شراه qalloon baa laga rabaa markuu caafimaad helo ayuu soo qadeynayaa maadaama xanuunkiisana uu yahay xanuun lala tacaalayo rajana laga qabo in laga reysto oo laga caafimaado tayib waako calaamaha kii haddii aan qabano dhahaba ilayhi maaga jamaahiru ahli ilcilmi ay ku tageen liannahu shaani'a yajuuzu ta'khiru adaa'i ramadaana ayaa bannaan bihada alcudri loo dibdhigo fataakhiru alqadaa'ina min baabin ayuu ahaaday baabka owlaa roonaan badan sababtuna waxa weeyaan bil ramadaan ayadoo lagu jiro baa cudurkan daraadiisii loogu ogolaaday inuu soomka dib isaga dhigto oo bilaha kale uu u dib dhigo baa loo ogolaaday bilihii kale marka iyagana haddii la xanuunsan yahay min baabil owlaa waaye ramadaanaba lasoo ogolaaday in layska afure bilahan kale iyagana min baabil owlaa waaye in la ogolaanayo in la afuraayo dib u dhiga marka oo qalaha uu dib u dhigay ilaa ramadaan kale laga gaaro cudur hadduu keenay wax ka laazimayo fidya ma jiraan waamaa in akharahu qalaha hadduu dib dhigay bigayri cudurin cudur la'aan meeshan weeyaan meeshay wax ka laazimayaan bian sufiya in la caafimaadiyo waaye min maradihi laga caafimaadiyo ow aqaama inuu nagaado waaye bacda safarihi ramadaankii lasoo dhaafay wuu xanuunsanaa laakiin caafimaad buu helay bilihii ramadaanka ka dambeeyeen wuu caafimaaday caafimaad buu qabay wuu soo qadayn karay ma soo qadaynin ramadaanki yaa lagu gaaray marka ama markii hore ramadaankii hore musaafir buu ahaa muqiim buu noqday bilihii ka dambeeyeen ramadaanka wuu soo qadayn karay ma soo qadaynin ramadaankii kalaa la gaaray ta'khiirkan marka cudur la'aan waaye ma arkaysaa wa kaana shaks sha'nigana uu ahaa يتمكن إنه مكنسنا يومنك من القضاء إلا أنه شخص أخره قاله بود بلغي كسلا وهس درادي بود بلغي إلى أن جاء رمضان إلى أكيم رمضان كو الثاني لبا فإنه إن الحال والشأن أولا مركهر وقبل كل شيء شيء والبا كهر يأثمه ارتوى ذنبابا يا بهذا التأخير وكو ذنبابا قالها إنه هير كان لسو جارو إلى رمضان كلا لقى جارو إنه صن صوقة دين صن كل قلها وكذا باباي وثانيا مرك حكتنا يجب عليه وحكو واجبا يقلا وما كي قليه ما جو فات تجاي ما جو فات تجاي ها ما جو أصيغ كتجاي من الصيام حال وهذا ما بعد انتهاء شهر رمضان رمضان بيش يصير ما شهد كذب رمضان كو الثاني لواد الذي رمضان كي أدرك أوصاه عليه رمضان رمضان كان لواد وهذا لقو جاري مركو دماغه maalimihii lagu lahaa ramadaankii hore haa uusan soo qadeynin haddaa la rabaa inuu soo qadeeyo waa tii labaad wa marka hore waxaa la yidhi waa dambaabay taakhiirka waa ku dambaabay marka xigtana qallaa laga rabaa wayajibu calayhi waxaa ku waajibaya thaalithan mar saddexaad maca alqadaa'i qalla mici alfidyatu aa ku laasimayso fidyo wa can kulli yoomin yoom kulligii xaggii haa uu ka fidiyeeyo ama fidyadu can kulli yoomin ka ahaad yoomka akhara uu dib u dhigay qadaa'ahu yoomka qadihiis maalimaha lagu lahaa hadday shan yihiin hadday toban yihiin hadday labaatan yihiin hadday soddon yihiinba soddonkuba uusan soomin maalimaha tiradood maalin walba wuxuu bixinayaa hal koombo oo badara hal koombo oo badara fidyadii waa calaamaa kii haddii aan qabaano
نص عليه ما جاء الشافعي وعديه واتفق عليه ما جاء أصحاب الشافعي أصحاب السنة يسقوافقين في ديرا مركو وإنه إسكبحية رمضان ككلا أنت لجو جارين رمضان ككلا هدي لجو جارو في ديرا هدنا ويسيل باللام هدي مركي أوري توان كومبا أيه لباتن بين نقانه ها هدي مركي أوري لباتن أيه أفرتن بيسكو بدل رمضان ككلا هدي لجارو رمضان ككلا هدي لسيجار هدنا ويسيل باللام في ديرا يا ثان مركي أن لجو برارو وإلى هذا كان انتكاء الذي كي ذهب إليه الذي الشافعي إياه وأصحابه أي كت جينا ذهب ابن عباس وكت جي وأبو هريرة إيه وعضاء ابن أبي رباح إيه والقاسم ابن محمد وكت جي والزهري والأوزاعي ومالك إيه والثوري أي كت جين وأحمد بن حنبل وكت جي وإسحاق وكت جي والفدية في اليد التي في اليد ستجب عليه وواجب الشخص هي في اليد مد واي القوم مدكم من الطعام كأها دعامكم من غالب قوت البلد كأهل ما أركيسا متكاسوا عن كل يوم كأهذا يومك أخر أودي بغي شخصك قلاءه يومك قليبس باتفاق من متكاسوا باتفاق من أهذا من إسوافق الدولة منك قال يري منك بوجوب الفدية يري منك ممن حقه كأهذا أشرنا إليه منك أن مندولك أن سوء الشار من الصحابة والتابعين إيا والأئمة حال يا هذا أئمة المجتهدين إلا ما هنا يروى لبرنا يماغ عن الثوري لقورنا من أنه ثوري قال ثوري إنه يرحال وها دماغ الفدية المدان وهي عن كل يوم ثوري بعدها الفدية والبا مالا والبا لكن صحابة التابعين أئمة المجتهدين تسرع قبان فدية مالا تيبا هل مدو بدر أهل واستدل القائلون كو يرادين وحيد للسدين بوجوب الفدية يرادين مع وجوب القضاء بما بيد للسدين رباه ما الدار قدني ووريي عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أكوري أنهم أيها قالوا وحي يرادين من مرض قف في حنون صلى أبو هريرة ابن عمر ابن عباس وي. ثم صح كذب عافي ماذا ولم يصم أن صوم حتى أدركه منك رمضان إلى أكها ليلي رمضان آخر أكله قالوا وحي يرادين يصوم وصوم الذي رمضان كي بوصوم أدرك منك هو الذي قوها ليلي ثم يصوم وصوم يا منك الشهر بالبوصوم يا الذي شهر قو أفضر فيه شهر قد إحدي أو أفريك ويدعم وقوذنا يا مكان كل يوم يوم كل ذي بدلك مسكينا أي وقوذنا يا كيفية قضاء الأيام ما لمها قالله هذا كيفية دي أيام تو الكثيرة أبدا maalimaha badan sida loo soo qadeenayo maalimo badan soomkooda lagu leeyahay ninka sida uu soo qadeenayo waxa laga yaabaa dadka qaar kood ramalaanad badan in lagu yeeshay oo kale wa amma kayfiyatu alqala'i qalaha kayfiyadi idha kana alayhi shakhsiga dushiisa min alayami hal wa hada aktharu wa kabadna shabadan hadu ahadi min yawmin yawmko wahidin hal maalin wax ka badan qofka hadii laga rabo maalimaha intay doonaan ba hal ekaadaane فإنه إن الحال والشأن يجوز له حاوبنا شخص أن يقضيها أيام تاس إنه صوغ ذيه متفرقة حال أيضا أو كلتك سنو ما أركي سيدو وابا لو فذو أيضا متفرقة كما يجوز له شخص سيدي أو بنانتا أن يقضيها أيام تا إنه صوغ ذيه متتابعة حال أيضا إسرع رأسا أيضا متتابعة أهنا وصوغ ذيه كرا أيضا متفرقة أهنا وصوغ ذيه كرا أيام تا لقى الربوقف والتتابع تتابع تتابع فيها أيام تدحدي أهذا مستحب ويمد للسني باتفاق الفقهاء فوق هذا إسوافق إلا أنه تتابع لا يجب تتابع ما واجب ما أركيسا مركا قفك وحاوسة هلنبا إن سنين والبؤو صوم ما لمها أوتر صدما أما قميص والبؤو صوم ما لمها أوتر صدما هذه دور سنة صوم كوضا لقى الربوح حتى سيددك قار كوضا وكالي قميص سنين لهدي لازمان او هل سنه قميص سنين اي صومان بقول مالن وحك بدن بين غنيسا معناها يا ساسو كلين غنيسا وما من الذي رباه ها وما من الذي رباه ما ادى رقدني اي والبيهقي اي وريه عن ابي هريره اي كوريه ها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نبي قال النبي وحير من غفكي كان عليه من كدشي صوم او اهاد صومك من رمضان كاهاد قفكي أو صوم رمضان كم إذا لغويش
فليسرده صومك هتحوها حريريو ولا يقطع صومك يسن كلاجوين حديث كاس او دار قدني ايو بيهقي اي ورينايا او قالها ان لا حريريو شيغايا مو فهو حديث كاس حديث واي حديث كاس ضعيف ضعيفة كما سيدي نص على ذلك الدار قدني والبيهقي وغيرهما اي عديين ها غيركم من الحفاظ كمدا والى هذا حكم كان انتكاء الذي هذاك ذكرناه ان صوش من استحباب التتابع تتابع اسراع يعني سنن مدي سحال وهذه ما دون وجوبه وجوب التتابع ذهب علي بن ابي طالب باكوتاغي ومعاذ بن جبل باكوتاغي وابن عباس باكوتاغي وابو هريره كوتاغي والاوزاعي باكوتاغي والثوري نواكوتاغي وابو حنيفه اي ومالك اي والشافعي واحمد بن حنبل نواكوتاغي أفرت مذهبوت با اسكو وافق سن مالمها قفك لغو يشي او قالوه دا لغا ربو انو خريريو مالمها اس مركو سو قلين اي اني سن لازم كو اهين ما اركيسا واسحاق واسحاق با كو تغي وابو ثور نوا كو تغي وذهب ابن عمر با وحو كو تغي اي وعائشه اي والحسن البصري وعروه بن الزبير والنخعي وداوود الظاهري الى وجوب التتابع بي ايغنا كو تغين تتابع انو واجب يهين دد با كو تغي مستدلين حال ايغو دليل سنايان بما كو دليل سنايان ذكرناه ما ان سو شيغنا من الحديث حال واحد حديث هذا ان سو شيغنا يو ضعيف كاها بين الدليل سنايان وقد عرفنا وانا سو اوغاني ضعفه حديث ضعف في سو ان سو اوغاني وا marka sida raajixa loona badan yahay waxa weeyaan qalaha maalimihiisa in la xiriiriyo laasim ma ahan طيب موت المكلف قبل القضاء وبالله التوفيق.